مرحبا بملايين فيكم عبر شاشه التلفزيون الفجيره ببرنامجكم الجميل والمنوع برنامج فوالة اللي نستضيف فيه دائما ضيوف متميزين وكذلك مع الركن المتميز ركن التراث مع زميلتنا عواطف. خلونا نمسي على زميلتي مروه. مروه يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناه الفجيره في برنامج فوالة. ان شاء الله بتكون فوالتنا اليوم غير وضيوفنا بيكونون وايد مميزين. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا لليوم ونبدا ويا ضيوفنا بنمسي على صديقتنا وزميلتنا عواطف. يسعد مساك عواطف والبنوت الجميله. إذا تحبين بعد يسعد صباحك. يسعد صباحك ومساك وأيامك وكل شيء. يسعد مساكم بنات ويعطيكم العافية. واليوم ما شاء الله ضيوف مميزين ونحن بعد اليوم بقسم التراث عندنا ضيف مميز معالج الأمراض العصبية بالطب الشعبي حاصل على ماجستير إدارة الأعمال وأيضا مؤلف كتاب وجدت نفسي المعالج سعيد ماجد النقبي رح يرافقنا اليوم رح يكلمنا أكثر عن العلاج الطبيعي أو العلاج الشعبي للأمراض العصبية نفس ما يسمونها أو العضلية. رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع خلال إن شاء الله برنامجنا في ركن التراث. الله يعطيك العافية. يعني اليوم بكم تغطى علينا يعني مش كنتوا ضيوفكم وايد مميزين فحنا اليوم وايد متميزين. أهم شيء شو مجهزين هناك اليوم؟ رقاق. ها اليوم رقاق. رقاق رجعنا لو سمحتي الأوردر جبن. هي جبن وأنا سمن وهي سمن. حاضرين. اوكي ان شاء الله حبيبتي. الله يعطيك العافيه. الله يعطي العافيه بعد خالاتك نوروا دائما ما شاء الله عليهم. هي يعطيهم العافيه في ركن التراث. اكيد. واحنا بعد الحين مع ضيوفنا المتميزين مشاهدينا العود العربي الاصيل موسيقى تاخذك الى عالم المشاعر الراقيه. حتى الان تعتبر اله العود هي السائده في عالمنا العربي في العزف المنفرد لها النصيب الاكبر من الشهره. لهذا عالمنا العربي غني بالعازفين المهارة على آلة العود تحديدا. واسمحوا لنا أن نرحب بفوالة برنامج فوالة بالأستاذ علي عبيد الحفيتي عازف العود ومدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. قصة عشق تروي أحداثها على وقع الموسيقى. تعزف نفسها كمقطوعة منفردة يتألق فيها سحر الشرق بتفاصيل الممزوجة بالشجن ليكون النتاج روائع صوتية تلامس شغاف القلوب. هذا هو سحر الموسيقى المنبعثة من آلة القانون. اسمحوا لنا نرحب الحين بعازف القانون العراقي عمر زيادي. هلا ومرحب فيكم أستاذ علي وأيضا عمر. مبارك عليكم الشهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم نورتونا. يا هلا. مبارك عليكم الشهر. تفضلوا. الله يحفظكم. يعني يوم سهرتنا متميزة. امبارح بعد كان عزف وغنى واليوم عزف وغنى. ما شاء الله. عزف وغنى ان شاء الله. الغنى من صوب. انا كنت استاذ علي قال قبل الهواء قال بيغني. صح انا سمعت شي بعد. اعتقد عمر ان شاء الله بتغني. على فكرة سهام صوتها حلو يمكن نخليها اليوم تغني. شو رايك تغنين انت اليوم؟ انا قالب امثل. بتمثلين ما تبغى تغني خلاص. الله يحفظكم يا رب ونورتونا. وسؤال معتاد نبغى نتكلم عن اجواء رمضان وياكم والجمعات العائلية. اجواء رمضان هي المعتادة هي كل سنة يعني. ما شيء جديد دخل عليها. لا لا يعني هي معتادة بس اجواء حلوة اكيد يعني مختلفة عن ايام العادية لها نكهة خاصة يعني. نعم. استاذ علي. انا بالنسبة لي طبعا شهر رمضان له فعلا نكهة خاصة. طبعا أنا أسميه شهر العائلة دائما. نعم. أنا طول السنة بعيد عن الأهل والعيال بحكم الشغل ومشغولين دائما. ولكن شهر رمضان فعلا حصل فرصة أن احنا نقعد مع الأهل والعائلة ونفطر مع بعض نسحر مع بعض دائما خاصة بعد صلاة التراويح لين السحور تلقى الزيارات تكثر بين الأهل. فأعتقد أن شهر يعني جميل جدا وله مثل ما قال السيد عمر نكهة خاصة. ولله الحمد يعني نحافظ حتى إحنا حتى الوقت يكون منظم. بالضبط بالضبط. هذا فولله الحمد يعني شهر ممتاز وشهر فيه دائما تكثر أيضا العلاقة بين الشخص وربه يعني في يتقرب إلى ربه من أكيد. الصلاة والصيام وزيارة الأهل. فأعتقد هذا كله شهر بركة الحمد لله. الله. ومع أمطار الرحمة بعد. هذا بعد ذكرتنا بأيام رمضان أيام الشتاء. صح. إحنا ممكن كنا صغار يعني فدارت الأيام فتذكرنا يوم طاح المطر في رمضان ذكرنا أن رمضان الشتاء اللي ما شفناه فترة طويلة يعني. فعلا. فأعتقد هاي بشايرة الحين. الحمد لله. أنا كنت بسألك. إن شاء الله. أنا كنت بسألك عن اختلاف الأجواء الرمضانية بين الماضي والحاضر. هل تحس أن في اختلاف ولا لا؟
والله يعني صراحة في كل زمن له اختلافاته صراحة، يعني أكيد طبعا الحياة الحين مختلفة مش نفس قبل، صار لها تطورات كثيرة، السوشيال ميديا وهذه كلها العالم الافتراضي اللي موجود وكذا، خذ الناس إلى جانب مختلف تماما بعيد عن الجو العائلي. يعني حتى لما نقعد احنا مرات يعني مع اهلنا ومع ناسنا فنشوف كل واحد صار نفس المرض، يعني كل واحد ماسك بتليفونه على السوشيال ميديا، ولكن الواحد قدر الامكان يحاول ان يعني يتمسك بهذه الايام الحلوه الماضيه، ان على الاقل ان يعني يكون هذا الوقت الممتاز بينه وبين العائله. في طبعا لكل زمان له وقته وله ناسه وله حياته، فأمر طبيعي أن في فرق، حتى المستقبل بتلقي أنه يختلف عن الحاضر وبالطريقة هاي، فهاي سنة الحياة يعني. أكيد. بالنسبة لك عمر، هل في اختلافات بين الماضي والحاضر؟ والله مثل ما قال أستاذ علي، كل سنة أو كل زمن يختلف عن الآخر يعني. وأنتم مش تكبرون أعماركم عسل سريع، قاعد تكلمون تعطون إجابة شباب ما شاء الله. أنا أصغر واحد فيكم. قبل شوي قلتي لهم ان وقتهم منظم. أيه. انت اعترفي وقتك منظم؟ اي والله منظم. صح منظم. أوكي. الحمد لله. أوكي. المدرسه ارجع احصل لي كم ساعه بدل والفروسيه. اوكي تطور. الحمد لله. استاذ علي، خلينا نتكلم عن مراحل تطور العود وازدهاره. طبعا العود منذ اكتشافه يعني 2500 سنة قبل الميلاد في الحضارة السومرية، تطور على مراحل كبيرة كل هاي العصور، في الشكل، في مكوناته، حتى في أوتاره، في زيادة إذا كان أربع أوتار زرياب ضاف الوتر الخامس، فصار له فعلا تنقلات كثيرة خلال هذه العصور لما وصلنا إلى الشكل هذا حاليا، والمقاسات اللي احنا خلينا نقول اللي هي ستاندرد صارت، تمام، في بعض المقاسات صارت عالمية خلاص ان هذا العود. ولكن صار بعض الصناع يعني خلى نفسه حصري في تقديم هذه المقاسات للعازفين، يعني بعض العازفين يقول لك انا زند العود مثلا انا بقياس 20 مثلا 20 سنتي، في بعضهم 19 في بعضهم 19 ونص، وكل مدرسة تختلف عن الثانية. المدرسة الشرقية، احنا نتكلم عن المدرسة المصرية فنسميها المدرسة الشرقية لان هي طغت على الشرق تماما، تختلف عوادها عند صناعة ظهر العود او قصعة العود يسموها الطاسة، طاسة العود بأحجام مختلفة بين المدرسة التركية والعراقية والمصرية. كذلك المدرسة العراقية تمتاز ايضا بالعود السحب، عود يعني صناعة محمد فاضل هو اللي من صنع، كان مع الموسيقار منير بشير، وأيضا اقترحوا ذيك الفترة بصناعة العود السحب فهو طلع من المدرسة العراقية. وأيضا عندنا المدرسة التركية كذلك فيها اختلافات كثيرة، فكل مدرسة صارت أيضا تتميز بمقاسات العود، صارت بخشب العود والأمور هذه كلها. فكل هذه المراحل، كل هذه الفترة الطويلة اختلف العود وخض يعني أيضا عند آلة الساز مثلا، وفي بعض الآلات اللي هي انشقت من العود، حتى الجيتار كذلك لما الزرياب راح إلى الأندلس فتح أول معهد موسيقي في الأندلس، طلعت آلة الجيتار وتميزت آلة الجيتار بشكلها المقارب جدا للعود، فكرة العود ولكن مختلفة تماما، يعني ما عندهم الربع تون في آلة الجيتار لكن احنا آلة العود عندنا الربع تون. فكل هذه طبعا اختلافات على كل هذه العصور من شكل العود ومن الخشب اللي ينصنع منه العود. نعم. وايضا باضافه الاوتار له. نعم. القانون دستور الآلات الموسيقية، ما مدى صحة هذا الشيء؟ دستور الآلات الموسيقية على اعتبار هي الآلة ذات مساحة صوتية عالية. نعم. تمتاز من تقريبا من 3 أوكتافات ونصف أوكتاف اللي هي الديوان يعني. نعم. السلالم، فمساحة الصوتية عالية ولهذا هي سميت دستور الآلات يعني. نعم. مساحة الصوتية عالية يعني، ومعظم الآلات يعتمدون عليها كتيونينج كدوزان يعني،
بعض يسميها بيانو الشرق على يعني اعتبار هي شبه بكبير من داخل البيانو يعني من ناحيه المفاتيح من ناحيه حتى الاوتار يعني طريقه الدوزان والضبط ولهذا هي يسموها الدستور على اعتبار مساحه عاليه. نعم نبغى نسمع مقطوعه القانون بما ان القانون على سهله يعني. طيب سمعكم مقطوعة من مؤلفاتي اسمها الحب الأول. Thank you.
أبدعتوا وكل واحد يعزف فعلاً تحسين كأنك سرتي البحر ورديتي أي راحة نفسية لا وهم كذي بروحهم كل واحد في عالمه يعني منفصل عن الواقع ما شاء الله عليكم أبدعتوا شو قصة هذه المقطوعة هذه المقطوعة طبعاً كثير يسألني اللي يسألوني يقولوا شو منو الحب الأول يعني سؤالي كثير سؤالي حير الحب الأول أنا بالنسبة لي الأم الله يعني الأم هو فعلا الحب الاول الله الانسان من يولد يشوف امه اكيد ويحس بامه فهذا الحب الاول واقصد فيها المقطوع هذه اقصد فيها الام جميله هالتوليفه يعني القانون احس فيه اوتار والعود فيه اوتار اللي يعرف يعزف قانون يقدر يعزف عود ولا صعب انه لا اللي يعزف عود ليش تضحك اللي يعزف عود طبعا يعزف قانون واللي يعزف قانون آلة سهله لا طبعا العود آلة صعبه نجرب لا طبعا انا بالنسبه لي لا لكل آلة لها اسلوبها طبعا واللي يعزف بيانو يقدر يعزف عود لا طبعا البيانو شوفي فعلا كل آلة لها اسلوبها ولها التكنيك الخاص اللي يستخدم عليها ممكن في بعض الآلات تلقاه في البداية سهلة في البداية نعم. يعني لها تمويه معين ولكن أنت مطلوب منك أضعاف 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 التكنيك اللي بتعزفه على العود مطلوب منك تعزفه على القانون بأضعاف الأضعاف ليش؟ نعم. لسبب أن الآلة أكتافاتها وعندها مساحة صوتية كبيرة غير عن العود العود مثلا لها أكتافين ونص أو ممكن ثلاث أكتافات ولكن القانون بعد لها أكتافات كثيرة كم أكتاف ثلاث أكتافات ونص نعم. ثلاث أكتافات ونص بي 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 بعزف سهل يعني سهوب ما في التعب ما في التعب نفس اللي تلاقيه على العود ما أقصد شيء أنا أطرق إنزين أصلا البارحة بقطعك البارحة يوم كانت معنا الفنانة رانيا قالت إن القانون العنصر النسائي دخل إليه وبقوة فعلا فعلا خاصة لأنه خاص بال هم يدوروا الأريح فعلا النساء يدوروا الأريح يدوروا الآلة بريحة لا طبعا فعلا في شفنا احنا لا القانون ليش مسماه قانون؟ يعني هو قانون الآلات قبل أيام أم كلثوم يعني كان ياخذ الدوزان من آلة القانون نعم. وهذا يدل على أن وما زال طبعا أنا أخذ منه مرة إن شاء الله بنتك طيف وطيف تعزف قانون ما شاء الله أستاذ علي شو الآلة الجريبة شوي من العود يعني اللي يقدر يعزف عليها يقدر يعزف على العود ولا في أي آلة شبيهة للعود ما تكون مقسمة الزند مالها ما يكون مقسم ممكن العازف العود يعزف عليها يعني آلة الساز مثلا آلة تركية مستخدمة في المدرسة التركية بشكل كبير بس مقسمة على حتى التون اللي فيها تون بعيد عن التون الشرقي تون مختص بالمدرسة التركية ممكن العازف العود يعزف عليها بس محتاج بعض التمارين والتدريب إنه يتدرب عليها ولكن أقرب إلى العود نوعا ما نعم نعم أستاذ عمر كيف انتقل بجيب لكم قهوة تبين أنا مو بقهوة شاهي أحاول أخذ أستاذ عمر كيف انتقل الشغف يعني هل آلة القانون طبعا حب الوالد كيف انتقل هذا الحب لك أنت وراثه اي هو بداية وشجعني الله هو نعم. الفضل يرجع بعد رب العالمين إلى حقيقة يعني هو اللي شجعني على الموضوع من أنا طفل يعني من عمر 6 سنوات دخلت مدرسة الموسيقى والبالي عندنا ببغداد يعني وكملت الدراسة بعد التحقق بالمعهد وبعد المعهد كملت الدراسة بمصر يعني نعم.
صراحة صرت أحب الآلة بعد ما احتكيت ويا العازفين. صار عندي شغف إنه يعني صار عندي مثل الحافز إنه أنا كيف أقدر أوصل مثلا لمستوى إنه كيف هم وصلوا هذا المستوى. أكيد بالتمرين فالاحتكاك هو اللي خلى يعني ولد لي شغف أكثر للآلة، خلاني أحبها أكثر يعني تمرين متواصل ومستمر. أهم الفنانين طبعا بنتكلم عن أهم الفنانين بنشوف معاك فيديو، شو رأيكم قبل السؤال؟ يلا لحظة لين ما تجهزين واقفة قدام الشاشة. إذا بما أن هي مروة قاعدة هنا بنكمل السؤال، من أفضل الفنانين عازفين على العود أو أفضل أساتذة على الآلة على آلة العود؟ نعم والله كثار ما شاء الله. في طبعا اللي راحوا قبل من بداية نتكلم الشريف محي الدين، مشكور يا مروة. الشريف محي الدين طبعا هو من أسس المدرسة العراقية وأسس فيها الأسلوب اللي قاعدين نسمعه حاليا من الفنانين العراقيين. طبعا منير بشير، طبعا جميل بشير، عندنا نصير شمة، عندنا في ما شاء الله أستاذ خالد محمد علي، كلهم ما شاء الله أساتذة. رياض الصنباطي، هذيلا كلهم طبعا رياض الصنباطي ما يخص المدرسة الشرقية، كل اللي ذكرت أساميهم هذيلا المدرسة العراقية. طبعا في عندنا عثمان يوردال من تركيا، فكلهم هذيلا ما شاء الله أسسوا كل واحد مشي مدرسته وضع بصمته وبصمة مدرسته على عزفه وعلى مؤلفاته الموسيقية. نعم بنشوف معاك نشوف الفيديو. ما شاء الله هذا عمر صح؟ تأثرت من والدك بآلة القانون؟ احنا ما عندنا حد موسيقي بالعائلة، بس والدي يعني كان ولحد الآن والله سميع، ولحد الآن يشجعني يعني على التمرين، يحفزني دائما يعني هو سميع يعني مجرد سميع ما يعزف على آلة القانون تحديدا. يعني هو اللي دخلني على القانون. انا في وقتها لما دخلت المدرسة دخلوني على آلة السنطور، فهو أصر انه يحولني على القانون يعني عن طريق يعني أساتذة يعني مو بعازف. لا مو عازف، بس فقط متذوق بس، وحاولني من السنطور على القانون واستمرت لحد الآن يعني. نعم ما شاء الله عليك الله يعطيك العافية. مثل ما سهام أي مو بشاعرة ولكن متذوقة. صار علي خلينا نتكلم عن آلة الناي. أوكي خلينا نتكلم عن هذه الآلة اللي داخلة في حياتك بروحي بعد العود يعني. أوكي الناي طبعاً هو صراحة ما لها تاريخ معين، مش نفس العود يعني يقول أنه مكتشف في منحوتة قبل 2500 سنة قبل الميلاد وكذا. الناي وأنا أعتقد أن الناي من أقدم الآلات أيضا الموسيقية، لأن إمكانيات تصنيع سهلة وتكنيك الآلة في استخدام الآلة سهل جدا، هو مجرد النفخ يعني. فما فيها يعني هذه يعني مثل خلينا نقول العود لها أوتار وشد أوتار، بس الناي عبارة عن
التفريغ لل نوع من الخشب الخيزران او نوع من الخشب معين والقصب نعم، وبعدين الفتحات لها مقاساتها معينه ويبدا بنفخ ويطلع تطلع العلامات الموسيقيه. فاعتقد هو طبعا من افضل الالات اللي انا بالنسبه لي احبها كثير، لان صوت الاله متصل، وهذا هذا اللي احنا دائما احنا نتكلم عازفين الالات النقريه، آلة العود آلة وترية نقرية، وكذلك القانون، وعندنا آلات اللي هي نقرية متواصلة قوسية مثل الكمان والكونتر باس والتشلو، وفي آلات نفخية متصلة، نفخية دائما متصل الآلات. فإحنا نشتاق، إحنا نشتاق نحب نسمع لهذه الآلات لأنها قريبة إلى صوت الإنسان، ولها إبداع أصلاً يعني. طبعاً لها تكنيك صح، اللي بتشوفها بتحرى شيء عادي إنه مجرد فعلاً قصب وكذي، لكن لا طريقة العزف طبعاً لها أسلوب من أكثر الآلات، ويدرس الأسلوب وصعب جداً مش سهل يعني. مجرد ما تطلع صوت محتاج 3-4 شهور عشان بس تطلع الصوت. تمرين النفس استاذ، تمرين النفس مهم جداً. أحس من أكثر الآلات اللي صوتها حزين، ما أعرف ليش. فعلا بالفعل وفي عندنا اقول كانت موجوده عندنا الآلة عشان يعزفونها. اي منو؟ لا احنا نخلي حد يعزفها. في عندنا طبعا آلة الكلارنيت والساكسفون، كل هاي الآلات النفخيه انحدرت من آلة الماي. نعم بالتحديد يعني. الله يعطيكم العافيه، سوالفكم حلوه، اكيد بنرجع لكم، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل. مشاهدينا تريون بعد هذا الفاصل مع سوالفنا الحلوه مع ضيوفنا المتميزين. رجعنا لكم عمر وأيضا الأستاذ علي. خبرنا أستاذ علي كيف تم دمج آلة العود العربية مع ضمن الآلات السيمفونية الأوروبية؟ آلة العود لها كذا دوزان. احنا غالبا في الوطن العربي آلة العود كانت آلة ترافق الغناء، ما كان آلة لها يعني مكانتها في الأوركسترا السيمفونية أو أي أوركسترا. طبعا كل مطرب مثلا يغني على طبقة معينة ويرتاح لها، حتى لما يطلع مع فرقة يجبر الفرقة أن ينزل التون من وإلى بالطبقة اللي يرتاح لها، ولكن لازم لابد أن تطلع مع أوركسترا في طبقة عالمية الكل شغال عليها، لابد أن آلة العود تكون على هذه الطبقة. الأعواد القديمة كانت ما تتحمل الطبقة هذه، صارت التطور وصار كذا وصارت الأعواد تتحمل، صار عود السحب يتحمل الطبقة اللي هي أكثر الموسيقيين يعرفوها من الفا للفا، صار العود يتحمل تمام. في هالحالة طبعا أيضا لا ننسى إمكانية العازف، هل هو عنده القدرة أنه يدخل بعزف مع الأوركسترا أو أن إمكانياته بسيطة، أيضا هذا جانب كبير يعني الآلة مع العازف. ولله الحمد طبعا شفنا عازفين كتار ما شاء الله حطوا آلة العود في أكبر الأوركسترات وعزفوا أكثر المقطوعات الموسيقية، إن كانت الموسيقى العالمية أو من مؤلفات وتصار لها أي توزيع أوركسترالي. الفترة الأخيرة صار العود له مكانة كبيرة ما بين الأوركسترات، وإحنا أيضا قدمنا أعمال كثيرة، آخرها كان مع الأوركسترا الإيطالية استضفناها في إمارة الفجيرة وقدمنا معها أعمال
كثيرة. وأيضا قبل كنا مقدمين أيضا مع أوركسترا جاز لاتن من أمريكا، وقدمنا مع يعني كان المايسترو أرتورو، مايسترو عالمي جدا، وقدمت معهم أعمالي أنا بتوزيع أوركسترالي لآلات نفخية. فإحنا قاعدين أيضا نخلي لمكانة العود في 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 أكبر الأوركسترات العالمية مكانة، وهذا مهم جدا كآلة شرقية نتكلم. هم طبعا الـ إحنا مو قاعدين نعزف معاهم كوارتر تون، وإذا عزفنا معاهم الكوارتر تون أو العلامة الربعية أيضا لازم نحطها في المكان الصحيح، هذا جدا مهم. المؤلف لابد أن يكون على دراية كاملة في موضوع التأليف الموسيقي، وأيضا الموزع الموسيقي مهم جدا أنه يكون مطلع وسامع الأعمال العالمية على نعم. على أساس أنه يقدر يوصل هذه الأعمال وتنعزف مع أوركسترات عالمية. نعم. أستاذ عمر، ظهور البيانو هل أثر تأثير سلبي على الآلات خاصة مع العود والقانون؟ البيانو هي إحنا كلنا نعرف هي الآلات الشعبية بكل العالم، يعني هي آلة شعبية أصلا يعني كل العالم معروفة، بس ما نقدر نقول إنه هي أثرت، هي تبقى يعني يبقى إحنا كشرقيين، أو أنا على اعتباري كأعزف على آلة شرقية أحاول جهد الإمكان إني أنشر هذه الآلة وأنشر الموسيقى الشرقية وين ما أكون، يعني على أساس إنه يعني إحنا من مع احترامي الموسيقى الغربية يعني هي لون من الألوان اللي إحنا يعني لازم نعرفها ونتعلمها، لكن تبقى هي الموسيقى الشرقية هي الأساس، فإحنا نحاول ننشر على قدر المستطاع إن نربي أجيال على الموسيقى اللي إحنا تربينا عليها اللي تعلمناها يعني. نعم. المحيطة داخل المد يعني. نعم أستاذ علي، يعني تعددت أشكال العود، ولكن أحس عازفي العود يفضلون الشكل التقليدي له، هل في اختلاف بين الصوت اللي يظهر في الأشكال الجديدة ولا لا؟ راح صوته إلى الحاد أكثر نوعا ما. العواد الشرقية معروف عنها بصوتها الرخيم، العواد الحين الجديدة اللي قاعدة تطلع صارت أقرب إلى الجيتار نوعا ما، أقرب إلى الجيتار. طبيعة الصوت أحد، ولكن في ميزة هنا للعواد هالجديدة أن صارت المساحة الصوتية أو البوزيشنات اللي احنا ناخذها في العود صارت أدق، أنظف كتون، غير عن العواد الشرقية أكثر. فهذا عموما في كل الأحوال ما يضر، يعني أنا صراحة أنا أتكلم عن نفسي، أنا عندي أعواد أصوات رقيمة واستخدمها في بعض الحفلات أو المهرجانات الموسيقية وغيرها، ومرات أستخدم الأصوات الحادة، وهو طبعا على حسب شو المقطوعة اللي بتأدي عليها. يعني إذا في عندي مع مثلا أوركسترا لا بستخدم الحاد طبعا عشان قوة في الصوت ونظافة في البوزيشنات والأمور هاي كلها، ولكن إذا مع خلينا نتكلم تخت شرقي أو كذا ممكن إحنا نقدم الصوت الرخيم أفضل، لأن إحنا نتكلم عن موسيقى شرقية فمحتاجة النوع هذا من العود. نعم. أول عود وصلك أو أول عود حصلت عليه؟ أول عود والله خضيت أعطاني إياه ربيعي صديق لي، هو علمني أساسيات العود. نعم. كان عود شبيه جدا من عواد فريد الأطرش، شبيه جدا هذه العواد الشرقية اللي كلها صدف وكلها زخارف وكلها، وعليه ثلاث أوتار بس، وكان بعد ما في ريش، هذا البايب مال العصير كنا نعزف عليه صراحة يعني، هذا والله هذا اللي كنا، هاي الإمكانيات اللي كانت عندنا موجودة يعني. هذاك العود صراحة يعني ممكن ذيك الأيام ما أعطيت أهمية لا، بس ندمان ندم كبير أن هذا العود ما احتفظت فيه صراحة. هاي يعتبر من الأعواد الحلوة جدا والقديمة المصرية. عندي أعواد جدا ممتازة صراحة، عندي أكثر من 25 عود ما شاء الله. من كل صانع أشوف العواد، أي صانع حلو أطلب من عنده عود، ولكن عندي عود مميز عمره 130 سنة من صناعة سورية، صناعة رفان النحات والكل يعرفه، صنع سنة 1883 تقريبا، 1883 وموجود عندي. أنا خضيته من عند، اشتريته يعني من عند واحد كان وارثه ودكتور، هو عمره 70 سنة تقريبا وارثه من يدته، وقال يعني ما له أهمية عنده وكذا، فكان يبيبي خضيته. أنا مبلغ كبير بعد يعني، بس طبعا أنا عرفت أهمية العود هذا، أنا أحب أقتنيه يعني، وطلعت فيه ممكن في بعض اللي، وكان حتى الأوتار اللي عليه من أمعاء الحيوانات. فحتى أنا يعني ما نادر يعني، نادر جدا جدا يعني، العود موجود عندي إن شاء الله، ويعني أفتخر فيه دائما، أطلع فيه مرات بعض المقابلات نجيبه إن شاء الله، وإن صارت فرصة نجيبه لكم هنا إن شاء الله بإذن الله. أستاذ علي شو رأيك نسمع شيء؟ طيب نسمع أغنية
مثلا ام كلثوم بس انا بحد يغني ما شاء الله سهام لا انا عواطف انا قلت شمثل يا انت يا صغير على عمر ما شاء الله عليك انت دندنت انا دندنت وغنيت ولكن ليبسينج انت عمري طبعا من ابو عواطف ايش حالك مع ضيوفك اخباركم اول شيء بقول الحمد لله الحمد لله تسلم ايد الخاله اكيد هي يعطيها العافيه ويعطيكم العافيه وبعد هني استاذ سعيد مستمتع بعد بالموسيقى يعطيكم العافيه مستمتعين الله يسلمك هو اليوم بيخبرنا اتوقع كلنا يعني عندنا هذه المشكله واجهناها من قبل اللي هي العصبه استاذ سعيد شو سببها يعني ليش مرات نعاني من هذه المشكله السلام عليكم وانا سعيد في هذه الامسيه التراثيه الامسيه الشعبيه اللي
أنا أحب هذا المكان. ليش؟ لأنه يربطنا في ماضي جميل ولازم نتمسك فيه ولازم نواصل ما خضيناه من قبل إنه نورثه للأجيال القادمة. بالنسبة للعصبة هي عبارة عن نتيجتها نتيجة لحركة سوء في الحركة، عدم يعني عدم تهيئة العضلة أو تهيئة العضلة بشكل صحيح، وما نسخنها بشكل صحيح فننصاب بهذه العقدة العضلية. مرات يقولون من الجو يعني برد. نعم نعم، هو اختلاف الجو بين الرطوبة وبين البرودة تسبب هذا التقلص أو الانحباس في العضلة. صح. وفي مجرى الطاقة. والموضوع عندك الموضوع العلاج. نعم. وعالجت حالات وايد. أكيد أكيد. شو هي طريقة العلاج؟ هي شوفي أنا عالج بعد طبعًا أنا خضيتها الشغلة من يوم أنا صغير، خضيتها من والدي طبعًا أبوي هذه ورثها لنا. تعلمتها ولا هي موهبة؟ هذه أنا وعيت وشفت الوالد وأنا صغير، فلما شفت الوالد حسيت إني أنا أتفاعل معه وحسيت إني أنا هذا الشيء جزء مني راح أنا أمارسه في المستقبل. صحيح. فهي مثل ما تقولي موهبة أو ورث أنا أخذته من يوم صغير. عمري كان 16 سنة أول حالة تعاملت معها كان عمري 16 سنة. وعالجتها والحمد لله والخبر كان طيب. يعني هذا كانت بدايات إني أستمر في هذا الطريق اللي مسك العصبة وكيف نحرر هذا الانحباس في العضلة وكيف نتعامل معها بحرفية أكثر. ثم طورنا هذا الشيء بشكل علمي في دخول دورات السفر إلى الخارج. صحيح. اطلع على ثقافات الآخرين وعلاجات الآخرين من الدول الأخرى بجانب إلى علاجاتنا إحنا الشخصية يعني. اللي هي بالطب البديل اللي هي كيف تتعامل. مش البديل اللي قبل شوي قلت لي هو مش الطب البديل، هي ما في شيء اسمه بديل، في شيء اسمه مكمل لبعض. نعم. يعني الطب الشعبي القديم يكمل الطب التقليدي الحديث وكل يتعاون مع الآخر، ما في يعني هذا يكمل هذا وهذا كان. نعم ما في شيء اسمه بديل. خبرنا عن حالات عالجتها. والله مثل ما قلت لك أنا أول حالة تعاملت مع هذا، وفي بعض الحالات كثيرة. في كان واحد بيسافر بيصير للعلاج برا خارج الدولة. إنه خلاص إنه تعب من حالة إنه شيء ما عارف شو هاي المشكلة. وطبعا الواحد لما يروح المستشفى علاجاتهم بالتقليدية اللي هي بالأدوية والأمور هذه، يا إنه يدخل في جراحة يا إنه يعطونه اللي هي المهدئات اللي برا. فلما مر علي وشفت الحالة شفت إنه انحباس في عضلة يعني. اشتغلنا عليه والحمد لله اتصل فيني حتى اليوم الثاني او اليوم اللي بعده من الصبح فرحان. قلت له شوفي، قال لي والله انا الحمد لله انت كنسلت عني السفره اني ما بروحها. ما شاء الله والحمد لله والامر طيب يعني. ما شاء الله. استاذ سعيد، انت ماجستير باداره الاعمال لكن ابتعدت عن هذا المجال وقربت لهذا الطب الشعبي ولهذه الامور نعم شوفي من ناحيه العلميه الدراسات انا في مجال الاداره. نعم. والحمد لله عندي البزنس، وفي مجال الثاني الموهبة مجال العلاجات الشعبية. على الاثنين أنا شغال في طريقين متوازيين، في بناء الذات وفي بناء تطوير الذات وفي المعرفة والتطوير الإمكانيات اللي عندي والقدرات. نعم. زائد اللي هي العلاجات والأمور هذه الشعبية. نعم يعني عندي شيء طريقين متوازيين ماشي عليهم. ويعتبر هذا النوع من العلاج هو المساح نفس ما يسمونه المساح اللي هو الأولين طبعا المساحة حين المساج اللي هو اتطور. نعم. هو يعتبر نوع من أنواع الطب الشعبي الإماراتي. نعم. التراثي. نعم. وتتعلمت من الوالد تعلمت حد بعد نعم نحاول نعلم يعني اللي يبغى يتعلم. أنا قلت هذا عهد مني اللي يبغى يتعلم أنا حاضر حتى دون مقابل، لأن هذا ورث إماراتي، علاجات شعبية إماراتي لازم نحافظ عليها حتى تنتقل للخارج. يعني مش إنه في دولتنا وكذا، لأن هذا من العلاجات المهمة. تعرفين هاي العلاجات المهمة هذه يمارسونها في آسيا وفي شرق آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كندا، في لها عدة مسميات، في اسمها شياتسو، في أكيوبريشر، في كاريوبراكتيك، بمساندة طبية من يعني مناسبة بمساندة من طب يعني أطباء كذا يساندون هذا العمل، لأن في شفاء يعني بدون أدوية هذا الشغل. ففي اهتمام يعني في اهتمام في دول برا، وأنا أتمنى أن هنا يكون في اهتمام أكثر، لأنه يقصر المسافات ويقصر يعني أشياء أن ما واحد يلجأ إلى الجراحات، لأن أمر عضلات وأمر الأمور هذه يكون أمرها بسيط يكون أبسط. أكيد. علمتها لحد مثلا لو حد يا قالك علمني
حسب أنا أجرب مثلا. والله يعني يوني كذا، لكن هذه شوفي هذه الشغلة موهبة. هاي جانب الموهبة تحتاج إلى واحد في يكون عنده صبر ويكون عنده طولة بال. لما أنت حد يجيش والله عندي عضلة، يعني في كثير من الناس ما يتحملون أنه والله يقعد دقيقة وين وما وين وكذا، وهذا يتحتاج إلى قاعدة، تحتاج إلى تعرفين وين مكان أساسا اللي هو مسبب هذا الانسداد. يعني هذه عقدة لازم يعني تتبطل. وفي مرات أكثر من مرة؟ أي أكيد يعني على حسب، أكثر من جلسة تحتاج. نعم إذا كانت مزمنة، في ناس عندهم من 10 سنوات، عندهم من 15 سنة، من 20 سنة، هاي سببت احتقان في يعني احتقان في الأوردة الدموية. فلما تسبب احتقان طول ما يعني علاجها. وإذا رحنا لحد مو مختص ممكن تتفاقم، يعني ممكن تسبب لنا بعد مشاكل، لأن هاي عقدة ممكن يزيد العقدة، يمكن يسوي عقد ثانية بجنبه، ممكن يضر العظم. يعني أنت إحنا نتعامل مع عضلات، يعني إذا رحتي للعظم هذه مشكلة، يعني ممكن تسببين كسر في العظم أو تسببين عقدة زيادة في المكان نفسه يعني بجانب هذا. وتعطي استشارات يعني لو أكيد. لو حط، لأن أحس هني كل حد إلا ما يكون عنده. أكيد أكيد أنت شوف كلنا فينا هالمشكلة توقع من السواقة. أكيد أكيد من السواقة ومن القاعدة، وخاصة في رمضان. في رمضان تكثر آلام العضلات والظهر والهذا، خاصة تشوفين أن النوم يتغير، النوم يصبح في النهار والسهر في الليل، فالجسم يتغير عليه، الجسم بحاجة إلى النوم الليلي وساعات قليلة في أيام الفطر. لما في رمضان ساعات تزيد الدوام، يزيد يزيد النوم، فلهذا سبب يصير عندنا عقد كثيرة في العضلات. في أحد من عيالك اكتشفت أنه عنده بعد هذا؟ نعم أنا عندي بنتي على الطريق ماشية ما شاء الله، وإن شاء الله راح تدخل في تخصص العلاج الطبيعي ما شاء الله. فهذا يعني من أنا ما قلت لها، هذا مثل ما قلت لك هذا ورث، هذا ورث يورث في حياة الإنسان سبحان الله، وهو عايش يورث لعياله أو حد من عائلته، فيورث، فهي تشوف ما إلا لها الدرب هذا ما شاء الله، وهي تختار التخصص وهذا. ربي يوفقك. استاذ في نصائح معينة يعني عشان إحنا لا نعاني من هالمشكلة وعشان لا تينا العصبة؟ نعم النصائح أول شيء لازم تهيئين العضلة وتهيئين جسمك، حتى في قومتك في نومتك في قعدتك تهيئين الجسم إن ما تفاجئينه في عضلة يعني في حركة يسبب للشهاد، وخاصة أنا أتكلم عن العضلات الصغيرة اللي في الجسم. الجسم إحنا نتعامل مع عضو، أكبر عضو في جسم الإنسان هو الجلد، احنا نتعامل مع الجلد ونتعامل مع عضلات. انا في جسم الانسان اكثر من 400 عضله صحيح، وعضلات الصغيره والطويله والعريضه، فالعضلات الصغيره اللي ماسكه اخطر مكان اللي هو العمود الفقري. فهذه لما تتفاجئين العمود الفقري، واكثر اكثر الناس الحين لو تفحصين على الموجودين كلهم يمكن نصهم فيهم فقرات لكن ما يشعرون، ما يشعرون لأن تتفاوض وما حاسين فيها. مع كبر العمر تبدأ تبين؟ أكيد تبدأ تضعف العضلات لما شايل الجسم هو العضلات صحيح. إذا فقدنا العضلات العظام ما منها فايدة، هي اللي تشيل الجسم وهي اللي تحرك الجسم. فالواحد لازم يهتم بنفسه أكيد في القعدة وفي النومة وفي الحركة في الأمور هاي، في البرودة والرطوبة والأمور هاي لازم ننتبه لها. يعطيك العافية. الله يعافيك. المعالج سعيد ماجد النقبي، معلوماتك حلوة جدا، ونشكرك على تواجدك ويانا اليوم في برنامج فوالة. نحن مشاهدين ننتقل وياكم لفاصل، ومن بعده نرجع نستكمل برنامج فوالة. رجعنا لكم مشاهدينا عقب البريك، والحين مكملين فقرات برنامج فوالة ويا ضيوفنا عمر زياد والاستاذ علي عبيد الحفيتي. هلا مرحب فيكم من جديد. اهلا وسهلا. استاذ علي، لحنت او عندك العديد من المقاطع الموسيقيه، شو المقطوعه الموسيقيه اللي تحسها الاحب لقلبك؟ ما اقدر صراحه انا اقول لك، لان الاحب كل مقطوعه لها جوها. الطفل المدلل. والله في يعني صراحه يعني الحب الأول هاي بالنسبة لي مقطوعة من ضمن المقطوعات، وأنا أحرص دائما في أي مهرجان موسيقي أني أقدمها حتى لو مع أوركسترا، لنا عندنا مسوي لها توزيع أوركسترالي، فلو مع أوركسترا كبيرة سيمفوني أقدر أقدمها، يعني ما عندي أي مشكلة لأن توزيعها جاهز. فهاي أعتبرها من ضمن المقطوعات الموسيقية الأقرب لي يعني. نعم نعم. أبرز المهرجانات اللي شاركت فيها عمر؟ أبرز المهرجانات، أول مهرجان كان عام 2008 في أبوظبي. نعم.
كان مهرجان المهرجان الموسيقى الكلاسيكية مع عصار نسر شمة يعني، وعدة مهرجانات وركات، بس هو هذا كان مهرجان الأهم يعني. وقبلها كان مهرجان النيل، مهرجان النيل الدولي للطفل بالقاهرة، كان عمري في وقتها يمكن 9 سنوات. فهذا أنا يعني دائما أبقى أقول إن هو الأهم يمكن لكل طفل يعني، فكان تشجيع ودعم اللي بالنسبة للمهرجان. وإذا تكلمنا عن مهرجان الفجيرة، مهرجان الفجيرة أي واحد فيه، الملتقى الفجيرة الدولي الأول له طبعاً. هذه يعني من ضمن الإنجازات الممتازة اللي عملناها خلال سنة 2019 صراحة يعني، وإن شاء الله إنجازات قادمة إن شاء الله. ولكن هذا يعتبر حتى على مستوى الوطن العربي، لأن قليل جداً اللي صارت ملتقيات العود بهذه الطريقة. نتكلم إحنا شفنا كثير ملتقيات صارت يجيبوا مثلاً فرق موسيقية أو بعض العازفين المشهورين، كل واحد يقدم مثلا ربع ساعة على المسرح ويروح خلاص، هذا الملتقى يعني، هذا كله الملتقى. احنا ما حبينا الفكرة هاي صراحة، احنا حبينا لا نجيب من كل تقريبا بلد في الوطن العربي نوعا ما يعني، من السودان، من مصر، من تونس، من عمان، من سوريا، من لبنان كانوا مشاركين. وقدمنا لوحة فنية بعزف جماعي مشترك، وهذا كان الهدف من الموضوع، ان احنا نقدم عزف جماعي. يعني كنا 35 عازف كلهم عواد، كلهم عازفين عواد، كلهم اساتذه وناس بروفيشنال وحلوين، وفي منهم كانوا عزف ممتاز ولكن ما معروفين على الساحه، فهذه كانت فرصه لانطلاقه يطلع على الساحه الفنيه، يطلع يقدم نفسه كعازف عود او كمؤلف او. فالمهم قدمنا هذا العمل بعزف مشترك جماعي، بعض المقطوعات قدمناها اللي موسيقيين معروفين، قدمت بعض الموسيقى مؤلفاتي، قدمنا ايضا الشغل الثاني الممتازه ان خلينا قبل كل مقطوعه 3-4 يقدموا ارتجال، وهذه ايضا عشان يحط بصمته هو كعازف، وايضا عشان يقدم هويته. حلو، انت الحين جاي نسمع البيات السوري غير البيات اليمني غير البيات العراقي غير البيات، هو المقام الموسيقي، مقام موسيقي اسمه البيات. كل واحد قاعد يؤدي، السوداني غير مختلف. فكان عندنا ناس من السودان قدموا يعني تراث الإمارات، عزف تراث الإمارات ولكن بنكهة سودانية. حلو. يعني هذا طبعا ليش اسمه ملتقى؟ لازم يصير فيها يعني طبعا صحيح. فكان من ضمن وسمع والحمد لله في الوطن العربي كله، والكل الحين حاب انه يشارك معانا في الملتقى القادم ان شاء الله. والملتقى القادم ايضا احنا محضرين له فكره ممتازه ان شاء الله، وبيكون شيء مختلف تماما عن اللي صار، شيء لابد ان احنا ايضا نقدم بعض الالات الموسيقيه اللي هي اصلا طلعت من اله العود، بعض الالات اللي هي الساز وغيرها من الالات اللي معروفه في الوطن العربي يعني. تميز ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اوركسترا السلام للعود، خبرنا اكثر عنه وله شو يهدف اوركسترا السلام. طبعا احنا لما جبنا الموسيقيين وطلعنا بهذا الشكل سميناها اوركسترا السلام للعود، الهدف منها نشر السلام والتسامح بين الشعوب العالم كله. من الاسم واضح بالضبط، لان وانطلاقتها من إمارة الفجيرة، هذا القصد ان شاء الله. والأعمال قادمة إن شاء الله، إن شاء الله. في جهات دول كلمونا على أساس أن نشارك بهذه الأوركسترا، لأن من كل دولة شخص موجود ونمثل الوطن العربي. إحنا حاليا محتاجين هذا التسامح والسلام، فوقتنا هذا. أستاذ علي الحين هذه آخر فقرة عندنا، لأن بتنتقلوا لي ركنة تراث عند عواطف، ختامها بتكون مسكوي عزفكم. طيب يلا. نقدم شيء بداية، خلونا نتكلم عنه، نقدم شيء عمل مزيج ما بين الموسيقى الفلامينغو والموسيقى الشرقية، من مؤلفاتي بعنوان ليالي الأندلس. طبعا اخترنا الأندلس لأن فيها من الأندلس طلع فن الفلامينغو مع اختراع آلة الجيتار والأساليب المختلفة اللي انعزفت على آلة الجيتار. يلا تفضل. كلنا أذان صاغية صح سهام؟ حتى مشاهد أصلا يبي يسمع فعلا. اوكي اسمع ارتجاع شوي.
رحنا مكان ثاني وردينا قبل شوي بحر، الحين ما اعرف وين صرنا، كوكب ثاني وردينا للاسف. انا تخيلت نفسي اعزف معاهم. بنسوي قرعه بنشوف نعزف قانون ولا عود في اكاديميه الفجيره، صح سيهام؟ الحين بتنتقلون عمر والاستاذ علي لقسم عواطف لركن التراث، يعني اسفنا ان الفقره الثانيه وقتها الحين مع الركن المميز نقول. تفضلوا. يا هلا والله فيكم، ومرة ثانية هم باركوا لكم بالشهر، احنا مرة ثانية نبارك لكم بالشهر. يا مرحبا. عواطف على فكرة عليكم. ما كلوا الرقاق شيء. ما هي يتفضلوا هلا فيهم لهم الرقاق هني. يسعد مساكم ويعطيكم العافية، منورينا بقسم التراث. احنا كان ودنا بعد تعزفون لنا شيء تراثي شعبي. صح، مفروض يعني. مفروض صح؟ نعم. ما جهزتوا شيء؟ لا بنجهز، نعزف. خلاص تمام. بس قبل ما نعزف استاذ علي، لو تقول لنا عن الآلات القديمة، يعني ما شاء الله عليكم خلال حديثكم حسيتكم تهتمون بالتراث مو بس في دولة الإمارات، حتى برا الأشياء القديمة دائما تكون جذابة يمكن. صحيح. طبعا احنا اذا نتكلم عن الالات القديمه خاصه في دوله الامارات، الاله الاولى خلينا نقول اله الربابه. اله الربابه طبعا لها شعبيه كبيره عند البدو ومتنقله، يعني في كل مكان تلقى الربابه مختلفه، يعني هي على فكره اله عالميه. الصين عندها ربابة، الهند عندهم ربابة، اليابان عندهم ربابتهم، العراق، مصر، كل هذه الدول عندهم ربابة. هي تعتبر الآلة الشعبية التراثية الموجودة في هذا البلد. من ضمننا احنا دولة الإمارات عندنا آلة الربابة. مع ترحال البدو اختلفت من منطقة لمنطقة، مقاسات اختلفت، ولكن الوتر بقى الوتر اليتيم، يسموه الوتر اليتيم لأنه وتر واحد فيها آلة الربابة. ما شاء الله. عزفوا عليها ناس كثار، في منهم أول شيء طلعت عليها الشلات. الشلات كانت مش موزونة، بعدين ضافوا لها وزن معين، اختلفت الأوزان والإيقاعات من دولة إلى دولة، ولكن تعتبر هي من ضمن الآلات التراثية. أيضا في آلة ثانية مختلفة وهي آلة الطنبورة. آلة الطنبورة آلة فرعونية الأصل، ترحلت مع الشعوب، وصلت إلى منطقة النوبة، موجودة حاليا عند أهل النوبة، وحتى الفن اللي يقدم عليها اسمه فن النوبان، على اسم المنطقة. نعم. راحت مع شعوب الشعوب كلها اللي ترحلوا، في منهم طبعا ليه ما وصلت إلى زنجبار، والحكم السلطان العماني 100 سنة تقريبا إلى زنجبار. تنقلت هذه الآلة من زنجبار إلى عمان، وطبعا الساحل هذا كله، وكان في عدد كبير منهم قبل 20 سنة يمكن قلنا نشوف هذه الآلة، آلة الطنبورة وفن النوبان كان موجود. هي من الخشب ومن الجلد الحيوانات كرمه، وأيضا من الأوتار اللي مستخدمة عليها. طبعا هي حاليا في منهم كذا عازف في دولة الإمارات يعزفوها، يطلق عليها أيضا اسم السمسمية.
موجودة على السواحل، هي آلة ساحلية استخدموها السواحلية، وأي واحد يعزف عليها لابد أنه يعرف يتكلم اللغة السواحلية. أستاذ عمر، جربت هذه الآلات القديمة اللي قاعد يتكلم عنها الأستاذ علي؟ احنا موجودة عندنا بالعراق يعني نفس الشيء، خصوصا في المناطق البدوية البدو يستخدموها يعني. وبعد تورث أو تدرس؟ والله احنا تدرس آلة اسمها جوزة، يعني جوزة من الآلات العراقية اللي أساسية في المقام العراقي يعني. نقدر نقول إنها قريبة من الربابة، لكن الجوزة متطورة أكثر من ناحية عدد الأوتار اللي فيها، ومن ناحية طريقة اللعب عليها نفس الوقت يعني. التكنيك لربما مختلف لأنه بها أوتار أكثر يعني، بس نفس الفكرة إن هي قوسية وتطورت عندنا من قبل العراق يعني، حتى بتركيا يعني وصلت لحد تركيا عندهم عازفين جوزة يعزف بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب اللي على نفس الآلة. شبه هي قريبة من الربابة يعني، هي قريبة من الربابة. نعم هم يسموها ناكل الجوزة لأن من الجوز بالسلام. ما شاء الله. أستاذ علي، يمكن أنا هذا التساؤل وبعد إحنا يعني ودنا نسألك إياه، اللي ما يعرف أبدا للآلات الموسيقية، اللي أبدا ما عنده خبرة، ممكن إنه يتعلم؟ طبعا أكيد، ما لأن أنا ما عندي مثلا خلفية فصعب إني أقدر أتعلم. لا بالعكس، أهم شيء الرغبة والإرادة موجودة في تعلم الآلة الموسيقية. إذا الموهبة موجودة خير وبركة، إذا موجودة. مش موجودة بالتمرين بيوصل إلى مراحل ممتازة جدا. نعم، هذا الشيء طبعا يعني إحنا دائما نشجع على هذا الشيء، دائما نشجع على أن الناس خاصة في زمننا هذا حاليا يعني مع السوشيال ميديا وكل هذه الأشياء اللي ممكن هي الواحد تأخذ الإنسان عن الحياة الواقعية أو الواقع العالم الافتراضي يعني، نتكلم عنه ما أخذنا عن الواقع نفسه. فالفنون لها دور كبير. أنا ممكن قريت قبل فترة مقالة، ما متذكر لمين بالضبط، ولكن كان يتكلم أن كل الوظائف بيكون مكانها شيء تكنولوجيا، صحيح، شيء يستخدمه إلا الفنان، هو الفنان اللي بيبقى الوحيد بالضبط اللي يقدمها الإنسان، ما تغنى عنه أي، لأن فيها روحانية، والروحانية هذه ما تلقيها في التكنولوجيا. صحيح. نعم، التكنولوجيا كلها أشياء رقمية يعني، ما متطورة. مع أن في دخلوا بعد حتى الموسيقى بالتوزيع دخلوا أشياء، لكن العزف يتم شيء. يبقى الفنان هو بروحانيته يقدم أجمل ما يكون، لأن هذا الشيء أنا أعتقد أن الإنسان ممكن ما يقدر يوصل له، لأن دائما الشيء الروحاني هذا بينه وبين رب العالمين، ما أعتقد أن الإنسان عنده العلم أنه يوصل لهذا الشيء. صحيح. يعطيكم العافية، نورتونا بقسم التراث وأيضا في استوديو فالة. يعطيكم العافية بنات، نحن وصلنا للنهاية تقريبا. تفضل. تسلمي، الله يحفظك يا رب. شكرا لضيوفنا علي عبيد، مشكورين ما قصرتوا على الاستضافة، عازف عود ومدير أكاديمية المجال الفنون الأستاذ عمر زياد عازف في قانون. شكرا تواجدكم اليوم معنا برنامج فوالة. أهلا وسهلا، تصبحين على ألف خير سهام. وأيضا أشكر الأستاذ علي وأيضا عمر زياد على تواجدهم اليوم في برنامج فوالة. وعواطف خالاتي يعطيكم ألف عافية يا رب. مشاهدينا تريونا باكر في نفس الموعد في برنامج فوالة، وإن شاء الله بتكون فوالتنا غير، في أمان الله. أكيد، تصبحون على خير. أنتم بخير. Ha ha.